أهلاً، فيديو اليوم رح أشارككم إن شاء الله طريقة حل الكورنفليكس. اللي يحبون الحلويات القديمة هالوصفة لكم. الوصفة مرة سهلة وسريعة ولذيذة، ضروري تجربونها. الحلو بوصفتنا اللذيذة اليوم إنه مقاديرها مرة بسيطة وسهلة ومتوفرة بكل بيت. بالبداية رح نحتاج 400 جرام بسكوت دايجستيف مطحون، أو ممكن تستخدمون أي نوع بسكوت متوفر عندكم، ورح نضيف عليه كوب حليب بودرة محموس وكوب كورنفليكس طحنته خشن. نحرك المقادير مع بعض زين، وراح نضيف عليهم علبة قشطة وثلاث أرباع حليب محلى مكثف ونقلب المقادير زين. نشكلها باستخدام ملاعق معيارية عشان تطلع معانا كلها نفس الحجم، ونقلبها بحليب مكثف محلى خففته بشوي موية، وبعدها راح نحطها بالكورن فليكس هنا طحنته خشن وخلصنا. راح نعيد نفس الشيء لما تخلص عندنا الكمية كلها. نرتبه بصحن التقديم ونزينه بالشوكولاتة. وخلصنا. الوصفة مرة سهلة وسريعة ولذيذة، ضروري تجربونها. وبالعافية يا رب. إن شاء الله رب تكون حبيت وصفتنا اللذيذة اليوم. لا تنسون اللايك، الاشتراك بالقناة، وتفعيل الجرس، وتابعوني بحسابي بسناب شات وحساب انستغرام. أشوفكم بوصفات جاية إن شاء الله.